السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع وإياكم انطلاقة هذا الشوط، وهذا الشوط العاشر المخصص للجذاع القعدان والمسافة 6 كيلومترات. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع لهذا الشوط، نتابع هذه الأسماء المشاركة هنا في هذا المساء الجميل وجائزة هذا الشوط. تويوتا لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الأول. هنا في هذه اللحظات نتابع هذه الأسماء المشاركة، نتابع هذه الانطلاقة والمقدمة والصدارة. نتابع هناك اللي على المركز الأول في هذه اللحظات، ومن يتقدم على المقدمة هناك اللي بالمركز الأول. لحظات لنتعرف على الصدارة، هناك اللي على المقدمة هنا فيه أيضا الهشديد لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثاني. والمركز الثاني نتابع هنا القدوم من شايم لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي هناك مع المركز الثاني. المركز الثالث من بدأ يتسلل بدوره في هذه اللحظات يبدل هناك، نتابع في هذا الانطلاق القدوم مع مغادر لحمد بن سالم بن حمد بن قادان غير على مقدمة الشوط هذه اللحظات هناك أيضا، ولكن نرى اللي تسلل بدوره من الجانب الأيمن ورقمه محجوب عنه، بينما ناخذ المركز الرابع في هذه اللحظات ويصلنا شاهين لمتعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان هنا متواجد مع شاهين على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع المركز الخامس والقدوم هنا أيضا مع اسم جديد يصلنا في هذه اللحظات. هناك الهشايم لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي مع المركز الرابع، وأرى أيضا شعار الجريان متواجد هنا وشعار أهل الخور هنا متواجد أيضا في هذه اللحظات. من بدأ يتسلل من الجانب الأيمن، يا سلام يا هذا التحدي وهذا الانطلاق. اللي بدأ يتسلل هناك نتابعه في هذه اللحظات وبهذا القدوم، هناك من تسلل اللي هو هاج لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند قادم على المركز الثالث. من انتزع أيضا رمزين في هذا المساء، يا سلام يا هذا التحدي. ولكن نعود إلى المقدمة وإلى القرم، القرم اللي غير إلى مقدمة الشوط مباشرة مع محمد بن حمد بن سريع الشهواني على المركز الأول. ويلا يا أبو سريع ركز على المقدمة، أشوف الانقضاض والهجوم من جميع الشعارات. تابع يلي بتابع اللاند كروزر الانتظار والمقدمة مع القرم. يا القرم يا القرم، يا سلام يا سلام يا التحدي، يا سلام يا ميدان التحدي، كم تحمل من التحديات من التنافس. شاهدنا التنافس والتحدي في هذا المساء مع الرموز، 2 عند المسند و2 عند الهديفي، يا سلام يا سلام. ايضا من تقاسم الرموز في هذا المساء ايضا شلفة وخنجر وخنجر. الله الله على هذا التنافس. ولكن شوفوا شعار أهل الخور اللي بدأ يتسلل إلى المقدمة مع المركز الأول هناك في هذه اللحظات، وهاج لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وبقيادة البروفيسور محمود بن محمد الوهيبي أيضا، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات القرم لمحمد بن حمد بن سريع الشهواني على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث نتابع هنا القدوم الجديد، يا سلام يا سلام، من شعار الخيارين بدأ يتسلل بدوره في هذه اللحظات. في هذه اللحظات من بدأ يتقدم هناك، نتابع متعب لزايد بن سعيد بن الأجبع الخيارين بدأ يتسلل. الله يا سلام، ركز يا زايد ركز هنا في هذه اللحظات مع المركز الرابع، ولكن أرى اللي يتسلل بدوره هناك جلمود لسالم بن صالح بن حمد بن علي المقارح بن مقارح يا سلام. ولكن أرى المركز الخامس هنا في هذه اللحظات شاهين متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان
هنا مع المركز الخامس. يا سلام يا ابو عبد الله، احد عمالقه التضمير متعب بن عبد الله الفهدان متواجد في هذا الشوط، ولكن ابن عقيل مسلم بالطالب بن مسلم ايضا هنا في هذه اللحظات. من يصلنا هنا مع شديد يا سلام يا سلام يا التحدي. نتابع الانطلاق مع اقباننا على الكيلوين الاخيره، الكيلوين اللي بعدها الناموس والسويك، السويك اللي يلمع وبعض العيون تدمع، والله اللي يعطي ويمنع. يا سلام يا وهاج على المركز الاول، وهاج لناصر بن عبد الله بن احمد المسند مع المقدمه، بينما المركز الثاني بن مقارح مع جلمود سالم بن صالح بن حمد المقارح متواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث شديد لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل هنا في هذه اللحظات وبقياده مسلم بن طالب. يا سلام. والمركز الرابع من بدأ يتسلل على المركز الثالث. يا سلام يا هذا التحدي والتنافس. نتابع هنا القرم لمحمد بن حمد بن سريع الشهواني على المركز الثالث. المركز الخامس نتابع القدوم في هذه اللحظات من شايم لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي، نتابعه هنا في هذه اللحظات. من بدأ يتسلل ويعود مرة أخرى للنداء. يا سلام الله يا التحدي، ولكن بن مقارح غير بن مقارح مع المركز الأول ومع جلمود لسالم بن صالح بن حمد المقارح. المركز الثاني وهاج ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث شديد طالب بن مسلم بن عقيل هنا في هذه اللحظات. القرم قادم على المركز الثالث. يا سلام مع محمد بن حمد بن سريع الشهواني المركز الرابع. الله شوفوا اللي قادم بهذه اللحظات. الناوي لمحمد بن هذال بن محمد الفصام الدوسري. يا سلام من بدأ بدوره في هذه اللحظات وبقيادة الشراب. يا سلام الله يا هذا التحدي، ولكن شوفوا اللي بدأ يغير هنا في هذه اللحظات. يبدو لي انه بن صرير، يبدو لي ايضا هنا في مقدمة الشوط مع انطلاقة شايم الكيلو المتر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعده الا الفوز. الله يا شايم، يبدو لي شايم عنده كلام. الله يا شايم على المركز الاول ومع مالك عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي هنا مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وهاج لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثالث شوفوا اللي قادم الجذاب مسهر بن محمد بن مسهر المحميد على المركز الثالث. المركز الرابع شديد مع بن عقيل، ولكن نعود مع 600 متر الأخيرة. الله يا شايم على المقدمة شايم. الله ولكن وهاج على المركز الثاني. وهاج وشايم ووهاج وال 400 متر الأخيرة. الله يا سلام، وانتوا على الصدارة شايم وهاج يا سلام يا سلام. سلام وتحية واحترام لمالك شايم. ها هو تشاهدون أمامكم، تشاهدون شايم هنا أيضا من يسيطر على سيارة هذا الشوط. تهانينا لمالك شايم عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي، ولكن شايم تهانينا والناموس على هذا الفوز ووصول شايم إلى خط النهاية. معلن الفوز والناموس تهانينا لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المركز الثاني، وهاج لناصر بن عبد الله بن احمد المسند المركز الثالث الجذاب لمسهر بن محمد بن مسهر المحميد. المركز الرابع شديد لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. المركز الخامس مكرم لبدر بن مبارك بن حيبس الغيثاني. يا سلام يا هذا التحدي، يا سلام يا شايم اللي انتزع الكلوزر ايضا. تهانينا لمالكه، تهانينا على هذا الفوز. توقيت الزمن 9 دقائق 24 ثانيه وست اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك شايم عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المركز الثاني. وصل وهاج. توقيت الزمن 9 دقائق 24 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه.
تهانينا لمالك وهاج ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، والتهنئه لمحمود الوهيبي ايضا المركز الثالث من وصلنا هنا الجذاب. توقيت الزمن 9:28 وجزئين من الثانيه. تهانينا لمالك الجذاب مسفر بن محمد بن مسفر المحمي.